كنا نسمع دائما مشاهدينا بقسم التسويق بكل الشركات التجارية وكل الفعاليات، اليوم صرنا نسمع بالتسويق الإلكتروني اللي هو أكيد عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. هذا التسويق كمان له أسس وله طرق تنظيمية. فرح، شي مرة هيك تعاملتي بالتسويق الإلكتروني؟ وندمت كلنا ندمنا يعني وندمت صراحة رشا. كتير مهم اليوم أي حدا بده يشتغل بهذا المجال، المفروض يكون أول شيء أنه هو عم يشتغل بأمانة وعم يقدم المنتج بشكل صحيح. هلا بس لحظة رشا، أنا كنت المستهلك، فلما شفت المنتجات على المواقع يعني أول شيء على المواقع بتقولي إنه أنت حابة تشتري كل شيء على واو المواقع ايه. بس يجي المنتج وتشوفيه فعلا بصير في ندم. أوقات بتكون الصفحة غير موثوقة أو الأشخاص ما موثوقين رشا، وأوقات فعلا بتكون غراض وبيطلعوا خارج الخدمة أو التغطية. هاي القصة كان في ناس كتير ضحية لها، مو بس نحن اليوم يعني. خلينا نروح لنعرف أكثر تفاصيل عن المواقع الإلكترونية والتسويق الإلكتروني مع خبيرة التسويق الإلكتروني غزل الشريف. صباح الخير لك غزل. صباح النور يا هلا. تمام الحمد لله، كيفكم أنتوا؟ أسعد صباحك مرة ثانية غزل. واليوم عم نحكي يمكن عن هي المواقع يلي مثل ما بنقول غزت الدنيا، إذا بدنا نقول مو بس بسوريا، بكل أنحاء العالم، وصار التسويق الإلكتروني هو المعتمد يمكن في بعض الدول. عنا شوي ضعيف مثل ما قلنا أنا ورشا، يمكن هي المشاكل أو هي الشغلات البسيطة يلي ممكن شخص بس يتعرض لها يمكن بيلغي فكرة التسوق الإلكتروني. خلينا نحكي أول شيء عن هي المواقع بسلبياتها وإيجابياتها. هلا إلها كثير سلبيات وإلها كثير إيجابيات. السلبيات هي إنه يعني نحن كمستخدمين للفيسبوك يعني ممكن أنت يصير في تضليل، ممكن يصير في غش، ممكن يصير في يعني كمحتوى مو حقيقي. تمام. لهيك أنت بدك تعرفي من وين، يعني مثل هلا ما تكون عم تحكوا إنه ندمتوا، بدك تعرفي من وين أنت بدك تاخدي أو من وين أنت بدك مع مين تتعاملي، بده يكون حدا شيء مصدر ثقة وموثوق. هلا إيجابياتها هي كثير، إلى إيجابيات إجمالا السوشيال ميديا إلى إيجابيات وإلى سلبيات وما عم نقدر نستغني عنها. إيجابياتها إنه هي مكان لنشر الفكر، لنشر الثقافات الشعوب، صرتي تعرفي تدري بأخبار العالم كله. يعني ما فينا نقول سلبياتها أكثر من إيجابياتها، ولا عم نقدر نستغني عنها كمان يعني، بس هو إنه أنت بدك يكون في حكمة باستثمارها واستخدامها. عنا هاي الحكمة غزل بتشوفيها موجودة هاي الحكمة صراحة بالدول العالمية. هلا هو نحن عنا لازم الواحد يسيطر، يقدر هو يعني يسيطر على حاله كيف يستخدمها، يعني ما يصير فيه عليها إدمان، ويعرف شو يستخدمها، يطور حاله فيها، يستثمرها لصالحه. يعني ما تكون هي شيء انه مو ضار له، يعني بقى هو انه الواحد هو بده يعرف يتحكم بحاله. يعني كلنا بنعرف انه اذا بدك تقدمي اليوم لقسم تسويق باي شركه من زمان لازم في دراسه، في سي في طبعا، في اختبار، وعلى اساسه ايه او لا رح تنقبلي. اليوم صرنا نشوف الفيس كله مسوقين، ان كان من الالبسه لحبه تنحيفي اللي كثير ضاجج هاي الفتره، للشغلات المطبخ، هدول القصص. اليوم اذا هيك اي صبيه او شاب حبوا يدخلوا بهذا المجال المفروض يكون في اساسات. تمام. خلينا نحكي عن هدول الاساسات اللي كثير مهمه كرمال يكون في ثقه بينه وبين ما بدنا نقول الضحيه، الزبون او المشتري يعني. هلا هو اول شيء بدها تكون معتمده انه تكون عند المنتج، المنتج هو سبب نجاح اي تجاره. يعني المنتج بده يكون انه له صفات، يكون مثلا مو مطروق بالسوق. هلا نحن كمجال عملنا بالثياب وهالقصص، انه بده يكون شيء مميز، شيء كواليتي فيه عالي، مطلوب بالسوق ومو موجود منه كثير. هاي اول شيء كمنتج. يعني الشيء الثاني انه بده يكون سعره او انت العالمي اللي عم توجهي لهم هذا الاعلان يكون عارفاني انه هن بيقدروا يدفعوا حقه، يعني قد ايه القدره الشرائيه عنده حتى تقدر تنجح بتجارتها الالكترونيه. بدها تكون عارفاني اللي عم يتابعها، يعني قادر يدفع، انا بعرف هذا المنتج جبته، قادر هو يدفع حقه. يعني لهيك بدها تعرف اللي عم يتابعوها قد ايه قدرتهم الشرائيه. بدها كمان مشان تنجح بالتجاره الالكترونيه يكون عندها ولو يعني شيء بسيط من راس المال، لانه هو في ميزات صارت بالفيسبوك. انت حتى تنجحي بتجارتك بدك تدفعي، مثلا مثل ميزه الرد الالي، هي نحن بندفع عنها بشكل شهري. بده يكون معها ولو جزء بسيط من راس المال تبلش فيه، وان شاء الله بعدين بيكبر.
يعني هدول اهم ثلاث نقط يعني. طب برايك غزل اليوم لما شخص او المستهلك بيتعرض هي العمليه، اذا بدنا نوصفها بشكل صح فهي عمليه نصب، لما انا بختار منتج بمواصفات كثير عاليه بدفع الرسوم المفروض انا ادفعها بيوصلني المنتج هو كثير سيء، في شيء حمايه معينه لهذا المستهلك او لا، وكيف ممكن يحصل حقه برايك اذا في حال فعلا تعرض لهي العمليه؟ هلا للاسف بجوز ببلاد ثانيه في حمايه تمام، بس نحن عنا شوي محدود هذا الموضوع وصعب، يعني ما صار عنا حمايه رسميه لاي منتج. لهيك انت يعني لهيك انا بقول لهم انه اسالوا كثير، شوفوا تاكدوا قبل ما تاخذوا المنتج، يعني بس اقول لك انه في ضمان ما في ضمان، ما في اي ما عندنا المشكله ما في ضمانات عندنا، بقى انت بدك تعرفي بدك تسالي بدك، وفي كثير 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 منافسه قويه، يعني في كثير مضاربات، يعني ممكن هاي الكاسه نفسها تشوفيها عند حدا ثاني بس بيفرق بالمنظر نفسه بس بالجودة بتفرق. لهيك السؤال يعني ما فيك غير هيك تعملي، بس إلك ضماني والله للأسف معنا لا إن شاء الله بنتأمل. صاروا يعني في بعض المسوقات أو المسوقين بيقولوا لك أنه بتشوفي القطعة وقت التسليم يعني أنه معك هذا الوقت حبيتي خديها، ما حبيتي أوكي، بس المشكلة بموضوع الشحن، يعني هون عم تصير المشكله، يعني ما عم يكون في اعتراف من الطرف الثاني انه انا شحنت مثل على طلبك، يعني انه انت انا تكلفت خلص بدك تاخذها وانا جبتها لك، يعني ما عاد فيكي، يعني ما عم لك يعني هاي المشكله ما في، يعني احنا ما فينا ننزل على السوق مثلا نختصر القصه كلها، يعني كنا هلا في شغلات لانه عم نلاقيها بالبيع اونلاين مو موجوده بالسوق تمام، يعني هي هذا كمان بيميز البيع الاونلاين انه مو كل شيء بتشوفي السوق بتنزلي بتلاقي كل شيء، بس ممكن تلاقي على المواقع هاي شيء ما له موجود بالسوق يعني او هيك، بس ان شاء الله يعني انه الواحد يسال كثير حتى يوصل يعني للمكان يلي هو ثقه تاخذي منه المنتج تمام. يعني نحن عم نحكي شوي بشكل عام عن التسويق الالكتروني، عم نحكي اليوم عن قصة ما فينا نبتعد عنها، مجرد ما فتحنا مواقع التواصل الاجتماعي ممكن 10 صفحات ورا بعض تمرق عنا تسويق الكتروني، لكن اذا بدنا نحكي بشكل عام عن مواقع التواصل الاجتماعي وحالة الادمان، صراحة غزل اليوم الصبح كنا عم نحكي عن الادمان، نحن كم ساعة ممكن نمسك الموبايل باليوم؟ امتى ممكن نترك الموبايل؟ يمكن هيك كان السؤال صح، امتى ممكن نترك الموبايل؟ فهذا الشيء قد ايه بتشوفيه اليوم موجود؟ ليش نحن تركنا كل الدنيا وهذا العالم الواسع فعلا برا؟ احيانا ممكن نهمل واجباتنا كرمال انه نمسك موبايل، شو رايك بهذا الشيء اللي صار عن جد مشكله حقيقيه اليوم؟ صح، هو كمان سبب كثير مشاكل، سبب عزله اجتماعيه اجمالا، سبب انه انت مشاعرك ما عاد تعرفي تحكي بالمشاعر، تكتبيها او تبعتي رمز او من يعني اي شيء انه اي صوره او شيء انه تعبري، بس انك تيجي تحكي مشاعرك ما بتقعدي بتعرفي، لانه صار في كسل، صار في عزله اجتماعيه، صار في كمان ضعف بالعلاقات الاسريه، يعني صار في كثير مشاكل، لهيك الواحد بده يسيطر على حاله، اذا حس حاله بلش هو يعني يصير في عنده ادمان بده يقعد يفكر انه انا بدي خصص وقت، انا الصبح مثلا الي ساعه حسب هو ما بعرف شو ممكن عنده عمل او شيء، انه الصبح مثلا انا الي ساعه، المساء الي ساعه، بدك تخصصي وقت وتشغلي حالك بشيء ثاني. مثلا قد ايه بتستخدمي الموبايل؟ كم ساعه بالنهار؟ والله اذا بقول لك انا في ايام، اذا هلا انا ام وعندي اطفال، اذا في ايام الامتحانات انا خلص بساوي الموبايل للمساء، هي يعني شغله اراده هي تدريب، هي يعني انه واحد يتدرب على القصه انه يقدر، وبتلاقي حالك انت انه انا شغلت كثير بالموبايل وصرت صار الواحد مدمن عليه، لازم يلاقي شيء ثاني انه انا اشغل حالي فيه، يعني مو تقولي بس انا خلص هاترك الموبايل اقعد، لا لاقي شيء ثاني اشغلي حالك بشيء ثاني، يعني اي شيء بتحبي، اكيد بجوز في ناس بحبوا القرايه، في ناس بحبوا طبخ، في اي شيء، يعني انه طوري حالك بشيء ثاني يشغلك عن الموبايل، يعني عشان ما ياخذك. بنشوف احيانا يعني قد صارت فوبيا القصه مثل ما قلتي ادمان، نشوف حدا فاتح الفيس وما في نت، ما في شبكه اصلا، يعني بس انه هو يعني عم بيعمل هي الفكره، هو ادمان مثل ادمان اي شيء، يعني هو الموبايل والسوشيال ميديا هي ادمان، يعني صار في لها مخاطر على الانسان ان كان نفسيه او جسديه، يعني على كل حال هي ايجابيا كثير حلوه، ولكن نعرف كيف نستخدمها اليوم تمام. وقت اللي بنفتح فيسبوك صفحات بتشدنا وصفحات نحن بنقطعها هيك، هلا الصبايا بنعرف شو اهتمامهم اكثر، يعني أكيد. اليوم اذا هيك حبينا من خلال خبرتك انه اليوم شو اهم الصفحات على الفيسبوك مفروض شوي انه نبعد عنها او ما كثير ندخل بقصصها، هي ميديا بالنهايه، يعني ممكن تكون
في تضليل بالقصة يعني. مزبوط. هلا هي بالإجمال هي كمان اهتمامات يعني، أنا الشيء اللي بيهمني غير أنت، غير هي اهتمامات، بس أنت بدك تعرفي إنه مثلا أنا شو بحب. أنا بحب مجال مثلا شو مثلا كصبايا الموضة، بشوف بس بشوف لحد يعني، أنا مو معقول أنا بس موضة أقعد شوف يعني، لازم استفيد منها إنه مو بس هي للموضة، هي في شيء بدك تطوري من حالك، من شخصيتك، تسمعي قصص ثقافات شعوب يعني، هي ما انخلقت بس لأنه هيك ضياعة وقت. تمام. يعني لازم واحد يعرف كيف يستثمرها لصالحه مثل ما خبرتك يعني. هي في كلمة يمكن رشا كنا كثير نسمعها، انه الهواتف الذكية يمكن حولتنا لأشخاص أغبياء. قد ايه هذا الشيء ممكن؟ صح، روبوت بتحسي طبعا. قد ايه بتحسي هذا الشيء فعلا صح اليوم؟ صح كثير. ما عاد في مناسبة نحن نروح لعند الشخص، صرنا نعزي على المسنجر. مبارك على المسنجر، هذا غلط كثير، العزا على المسنجر. مبارك حدا مرضان بتطمني عليه على الموبايل، هيك وردة هالكثيرة تبعتي له صورة اقتصادية اليوم كثير فكرت، بس هي القصة حلوة يعني، انه بسبب الظروف الاقتصادية نحن فينا نبعت باقة وردة على ذوقنا على المسنجر. صح، بس هي كثير يعني غيرت بالمشاعر بالاحاسيس يعني، انا كثير غلط وضد هي وسائل تباعد اجتماعي. صح يعني لازم نحن يكون انه النا مجتمع، النا جونا يعني، انا الموبايل ما لازم يبعدني عن عائلتي، عن جو رفقاتي الطلعة يعني. هلا انا وقت اقعد احكي معها مو مثل وقت انا اكتب له وتكتب لي يعني، هذا غلط كثير حتى للأطفال. سببت إذا زاد الأطفال سببت عندهم عنف، تلاقي هلا الولد بتلاقيه على طول عنده عنف من كتر ما عم يشوف قتل وضرب، وهيك صار سببت عنف. تمام. سببت زمنة زائدة كمان للطفل لأنه قاعد. تمام. كل الوقت ممكن عم يأكل ويشرب ويدرس على الموبايل، حتى منعته انه يتواصل مع العالم الخارجي يعني. صح. كنا نتذكر ايام زمان رشا، بيت بيوت، العاب الدحل عند الاولاد الصبيان، كل حركة ما شفناها. لهيك غلط، هي لازم الام تسيطر على هذا الموضوع. طيب اذا الام ما عم تقدر تسيطر على حالها، بده هو هي غلط يعني. اي صح، بس لازم تعرف شو عواقبها لبعدين يعني، عم تسبب حتى يعني بتحسي صار في خمول يعني، الولد بتحاكيه انه انت وين عقلك يعني، شو صاير معك. لهيك فورا فورا لازم يسحب الموبايل او الايباد او اي شيء يعني هو بيليه، لانه غلط كبير كثير يعني، صعبة ما بقلك لا، والجيل جدا صعب والتربية جدا متعبة، بس ما لا مستحيلة. غزال عم نشوف ولد عمره سنتين. صح. عم يقلب على الموبايل ويستخدمه باحترافية، عن جد يعني هذا الشيء بزعل يعني. نحن ممكن نضحك بس هو عن جد بزعل. طبعا حرمناه يتواصل مع الأشخاص، حرمناه ينمي مهاراته. تماما مزبوط، هذا غلط كثير كبير، لازم ننتبه. لا وبيعمل لك كومنتات يعني، بتلاقي كاتب مدري شو احيانا يعني، بفوت على صفحات غلط يعني. صح، هو الأهل الأول بيكونوا فرحانين إنه هي عم يشتغل هي كذا، بس أنت شو نهايتها هي؟ خمول عم يصير عند الطفل، خمول عم يصير عنده يعني، ما عاد يتذكر، ما عاد هيك فكر انه انا شو بدي اعمل، شو بدي اساوي، خلص انحصر بهالموبايل. هذا هو خطر كثير كبير. طيب غزل، انت مع انه اليوم عم نشوف فرح عاملي انت فيس ل لا عم نشوف طفل يعني لسه ما وصل من مشفى على بيته، نزلت صفحه فيسبوك في اسمه او مرحبا رفقاتي وكذا، وعم بيحاكي هو نايم يعني. طبعا ما دخله بالقصه كلها، هذا غلط كثير كبير، كتير غلط، وغلط يعني ببلش أكيد من أهله، هو ما له فهمان أول شيء، وصار ما في كمان خصوصية يعني. هذا الأب يلي لسه ابنه ما بلش يحكي، ما بلش يحكي. إنه عملت له صفحة الصبح صورته عم يأكل، المساء صورته نايم، هذا حرام يعني. بيوعى بلاقي حاله من المشاهير طفل. ايه، وبعدين يعني عم تسبب مشاكل أصلاً في أطفال، عم تسبب لهم مشاكل نفسية وجسدية بعدين يعني بالأخير. في شيء أنا بآمن بالعين كمان يعني، بجوز يعني ما بيصير هيك يعني، ما عاد في خصوصيه للانسان. صح، هاي الغلط اللي عم نعمله بدون ما نشعر، لهيك لازم نلحق حالنا وقت نلاقي. اكيد، بس غزل خلينا نكون واقعيين لدرجه معينه، مشكله العصر او هي ممكن البعض يلاقيها هي حلول للمشاكل. أكيد. بتختلف من شخص لثاني. شو هي نصائح للاعتدال خلينا نقول، ان كان مع اطفالنا باستخدام الهواتف الذكيه او حتى معنا نحن، لما نحن بنحاول ننجرف وننجر يمكن بهذا التيار، نحن ما بنقدر نقيم الموبايل من ايدنا، شو لازم نعمل لحتى نوقف يمكن هذا الشيء، نتواصل اكثر مع عائلتنا، مع اولادنا، مع رفقاتنا؟ هي يعني انه انت لازم تخصصي وقت انه انا بدي روح مع عائلتي هلا مشوار. انا محاكيك عم بسمع صوت المسنجر يعني. اي ما في لا يعني، انه تخصصي وقت لحالك، تشغلي حالك بشيء غير الموبايل. انت شو هواياتك، شو بتحبي،
ما يبعدك عن مثلا بحب القرايه ما يبعدك، وصارت القرايه على الموبايل كمان ما فيها متعه، ما فيها متعه انك كثير بحب القرايه الورقيه يعني فيها متعه، الورق حلو وقتادي تحطي الكتاب تمسكي قلمك تخطي تحت الاشياء هيك اللي لفتت نظرك وهيك. هو الواحد انسان لك حكيم نفسه مثل ما بيقولوا، يعني انت مفروض خلص لقيتي حالك هيك لا بدي اشغل حالي بشيء، بدي اطلع اليوم بدي اشوف اهلي بدي اطلع مع رفقاتي بدي اي شيء اعمله. تمام. وصار في كثير مجالات يعني الواحد ينشغل فيها عن الموبايل يعني. أكيد غزل بدنا نشكر اليوم حضورك للمعلومات، وان شاء الله هيك ناخذ بنصائح بنجرب وبنخبرك النتيجه. ان شاء الله. غزل الشريف شكرا لحضورك اليوم. شكرا لك وشكرا استضافتك. شكرا لك غزل كثير، واكيد ما في شيء بيضاهي انه نحن نتواصل بشكل مباشر مع كل الناس يلي بنحبهم نشوفهم نزورهم، واكيد في تقدير للحالات الاقتصاديه في حال ما قدرنا. اكيد تماما يعني مره هيك ومره هيك. تمام تمام شكرا كثير لك غزل.